معاك صور معاك مرحبا الله يبارك فيك ها ريا خلينا نكتبوا معايا هذا اللي نكتبوا هذيك قول لي هذا الخضرة طالع الثمن ياك خضرة مزيانة ماشي مراك مراك اي خضرة ماشي كتصنع ولا خضرة تاع الوجد ديالك كانت موجودة راه كتكون غالية وصافي ماشي هذا كان أكثر من الطلب كتكون خيس يا أخي يكون طلب أكثر من العدد كتكون غالية كتكون طالعة سامة صفر 7 صفر 5 اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر كما كتشوفوا مباشره من مدينه الدار البيضاء احنا متواجدين في مارشي ديال الخضره 85 طبيعه الحال الاثمنه كما كتشوفوا راه مره طالعه مره منخفضه 61 ف المشكل الكبير اللي كنلقاو انه البياعة انه كيعرف كيبقى يعني مع المواطنين هنا نمره ملي كيطلع الثمن راه ما كيعرف يعني ما الاولى ما كانت يولي يعني كانت 27 طلب يعني ما كاينش واخا الخضره كاينه ولكن الطلب كيكون يعني ما كاينش 85 42 61 السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. لاباس بخير. قولي قربنا شويه من الاثمنه ديال الخضره. الخضره مزيانه، الخضره كاين خيزو ب 80، لفت ب 80، ماطي شاميه، الفول بالفرانك، جلبانه 260. قرعة بالفرانك ايوا البطاطا كاينه 80 البصله كاينه 140 من الاثمنه شويه مناسبه نعم طالعه مره هابطه من الاثمنه ولا ما مره طالعه مره هابطه اثمنه غير على حسب الوجد كانت الخضره موجوده كتكون رخيصه كانت الخضره ما قليله كتكون غاليه وصح. من بعد الشتاء اللي طاحت شويه الاثمنه طاحوا وحنا ما كناكل الخضره ديال الشتاء كناكل الخضره غير ديال الماء هادي السقي واخا الخيار شحال داير الخيار والخيار 160 140 ما بقاش قرنيش من هذا الشهر شحال داير هذا شنو هذا القرع قوق كاين 140 120 160 كل قوق وكل زبابه وكذا ديال هو الوقت ديالها هو الوقت ديالو هذا مزيان شحال دايره جلبانه؟ جلبانه دايره مليح كاينه الفران كاين 240 كاين 260 كل سلعه والثمن ديالها. الناس كياخذوا كيتقداو؟ والناس ما بغا يبقاو 200 بجوع الناس غي كنشوف ما كيكون طالع الاثمنه راه شويه هنا طالع الاثمنه المازوت ب 300 وكيديروا عباد الله ما بقى على الخضره راه طالعه من كل شيء ماشي طالعه الزيت ب 500 ريال الليتر ما هذاك ما يديروش الناس على الخضره الخضره راه كاين الانسان كيتقداها 5 دراهم كتمشي كتغديه مرة كاين مسائل اخرى
الأثمنة طالعة من كل جهة. شي كل شيء طالع، ما كاين، طالع المازوت، طالع كل شيء. والثمن ديال الترانسبور؟ الترانسبور على حسب المازوت، طالع المازوت راه طالع الترانسبور، هابط المازوت راه هابط الترانسبور، هادشي اللي كاين. كيفاش كتشوف اليوم السوق اليوم؟ السوق مشي كما هادي شحال؟ السوق مشي كما القاعدة، كاينة الشتا ما كاينة الشتاش، كل شيء بنادم واكل، قد الغلا قد الرخا. شنو تطلب من الناس نتايا، الناس يعني اللي مسؤولين؟ الناس المسؤولين شنو كتطلب؟ هما الناس مسؤولين، هما اللي باغي دايرين الخضرة غارسينها، والناس مسؤولين راهم على حسب. الأزمنة طالعة يعني. أيوا مالهم هما باغي يرخصوها، الناس مسؤولين غادي يمشي عند الفلاح، راه الفلاح دابا هو اللي مسؤول على راسو. دابا شكون اللي كيساهم في هذا الارتفاع ديال الأسعار؟ شكون اللي كيساهم فيهم؟ كيساهم فيهم دابا كان الجفاف، لأن الخضرة كانت قليلة. دابا بالنسبه ملي صبت الشتا ربما غادي تكون، راه كان الماء ما كاينش، الماء قليل، الفلاح نقصوا الانتاج، ما بقاش الفلاح كيدير داكشي اللي كان كيدير، ولا نقص على حسب الطاقه ديال الماء. دابا شوف الله اش غادي يديروا، واش غادي يبقى الثمن ولا غادي ما كان، حنا كنستوردوا وكتدخل عندنا الخضره من برا، راه مازال غادي يكون الثمن اكثر. ما حنا راه حنا عندنا الخضره موجوده، راه كاين دول اخرين ما عندهمش كاع. عندنا الخير، حنا راه الخير عندنا موجود. كاين موجود. عندنا كاين خيزو، عندنا ذاك العيار راه كاين ب 30 ريال درهم، على حسب الطاقه ديال الانسان اللي بغى ياكل، راه كيتقدى خيزوها ب 30 ريال ب 40 درهم. يعني كل واحد حسب جيبه. كل واحد على حساب الجيب ديالو. صحيح. هاكم. الله يبارك فيك.